مرحبا بكم. رسميا تم الكشف على قائمة لاعبي المنتخب الوطني اللي باش يكونوا حاضرين في الدورة الدولية الودية اللي باش تكون في مصر من 22 مارس ل 26 مارس. بالنسبة للقائمة ثم أربعة حراس نلقاو أيمن دحمان، البشير بن سعيد، معز حسن، وأمن الله مميش في الدفاع، وجدي كشيدة، غايث الزعلوني، ياسين مريح، ديلان برون، أسامة الحدادي، حمزة جلاسي، علي غرام، علي العابدي، وأمين شيرني في وسط الميدان. سيف الطيف، إلياس سعد، سيف الجزيري، وهيثم اللجويني، وبسام الأسرارفي، هذوما القائمة نتاع عالم العبي. أيضا تم الكشف على التركيبة الكاملة للإطار الفني للمنتخب الوطني بالتسمية هذه كما جاء في الصفحة الرسمية لجامعة التونسية لكرة القدم. منتصر لوحيشي هو ناخب وطني، أنيس البصعيدي مدرب وطني، مدرب حراس شادلي مبروكي، معاد بدني، أنيس الشعليلي، وأنس كازوس. التذاكر المخصصة لجماهير الترجي مباراة الدربي وفات اليوم بعد ثلاثة أسابيع من موعد طرحها. إدارة الترجي كان طرحت 9000 تذكرة. نواصل مع الترجي ومحلل الأداء البرتغالي بيدرو أزافيدو. التحق رسميا بالإطار الفني وبدأ في المهام متاعه. بيدرو أزافيدو هو جاء لتعويض محلل الأداء المصري باسم صفوت اللي خدم في فترة قصيرة شوية في الترجي والتحق من بعد بمعين الشعباني في بركان المغربي. فوزي البنزرتي انتهت تجربته مع الوداد المغربي باش تواصل النتائج السلبية بعد الخروج من دور المجموعات في التشامبيونز ليغ، وأيضا آخر الهزيمة في البطولة العرضية في ميدانه أمام اتحاد طنجة 2-0. في الهوند منتخبنا الوطني يلعب الليلة مع التسعة المقابلة الأولى في الدورة الترشيحية للألعاب الأولمبية. المواجهة باش تكون مع التسعة ضد منتخب المجر. الأوروبا ليغ أبرز المواعيد في إياب الدور الثمانية النهائي مع السبعة غير باع الفياريال الوام، الذهاب للوام 4-0، سلافيا براغ تواجه ميلان، والذهاب للميلان 4-2، التسعة ليفربول سلافيا سبارتا براغ، الذهاب 5-1 ليفربول، برايتون روما الذهاب 4-0 لروما، أتلانتا سبورتينغ لشبونة مع التسعة، الذهاب كانوا فيها بالتعادل 1-1. كانت هذه ثاني نشرات رياضية لليوم، تلقاها على السيت مزيكا.